بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة ونغم جديد ونغم الروح. يمكن في قراء بيكون صوتهم كويس جدا وصوتهم عذب جدا وعلى درجة من التمكن بالنسبة لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وفي مواهب تانية في القرآن الكريم بتجيد المحاكاة. المحاكاة هي من المواهب الجميلة اللي بنشوفها في القراء، ويمكن المحاكاة في الفترة الأخيرة أو تقليد القراء بقى منتشر وبشكل كبير، لدرجة إن في يعني عدد كبير جدا من القراء موجودين في مصر، خاصة من القراء الشباب، بيحاكي قراء الرعيل الأول أو بيقدر يحاكي قراء الحرم المكي أو قراء المملكة العربية السعودية. طبعا قراء المملكة العربية السعودية بيمتازوا جدا في الترتيل، وكل قارئ بيكون له أسلوب معين ونبرة معينة. الشباب النهاردة أو القراء الصغيرين في السن بيحبوا يحاكوا هؤلاء القراء، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بيحبوا يحاكوا أيضا قراء الرعيل الأول، لأن قراء الرعيل الأول في مصر كل قارئ كان مدرسة، كل قارئ كان له أسلوب يختلف تماما عن أي حد تاني، كل قارئ هو مدرسة في حد ذاته، يعني هو قامة كبيرة جدا ومنهج خاص، فبيخلي القارئ الجديد او القارئ اللي لسه مبتدئ من كتر السماع للقارئ ده ان هو يحب يحكيه او يحب يقلده. ايضا النجاح اللي بيحققه القراء الكبار بيخلي ايضا الشباب او القراء الشباب الصغارين في السن يحاكوا هؤلاء القراء. يمكن من اكتر اسباب المحاكاه هي السماع. ممكن تلاقي مثلا قارئ او شاب صغير بيحب يسمع للشيخ الحصري، فلما يجي يقرا يقرا بنفس طريقه الشيخ الحصري. ممكن تلاقي شاب صغير او قارئ لسه صغير في السن او لسه قارئ مبتدئ بيحب يسمع مثلا للشيخ محمد جبريل فيسمع له كتير جدا، بعد فتره يلاقي نفسه بيقرا بنفس الاسلوب، لان المنهج السماعي او السماع لفتره طويله جدا اثر فيه، وحبه للقارئ ده يعني اثر بداخله بشكل كبير جدا وانطبق او اثر على ادائه. فزي ما قلت لحضراتكم ان المحاكاه هي من المواهب الجميله، والجميل انك تلاقي قارئ بيحاكي عدد من القراء، دي بتكون موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى وعنده قدره على التنغيم وتنويع الاصوات. من القراء اللي امتازوا جدا في المحاكاه القارئ اللي معانا النهارده، معانا موهبه جميله كده صغير في السن لكنه كبير جدا 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 في المقام، معانا القارئ انس الشواتفي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين جميعا. يمكن زي ما سمعتني قبل الهوا ما شاء الله في المحاكاه مفيش اجمل من كده. الله يكرمك، ربنا يعزك. مين اكتر الناس اللي بتحب تحكيها بقى او تقلدها؟ انا بالنسبه لي الشيخ ماهر المعقري والشيخ ياسر الدوسري. الشيخ ياسر الدوسري ده من قراء الحرم. انا بالنسبه للقراء المصريين الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي. الشيخ الحصري يعني له اسلوب مميز جدا. ايوه طبعا، وكتير جدا بيحب يحاكيه، لكن مش الكل بيعرف يحاكيه. طبعا. طيب يعني انا بلاقي قراء بيحاكي قارئ واحد بس، يعني مثلا يحب الشيخ محمد جبريل او يحب مثلا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فيسمعوا له كتير، فلما يسمع له كتير يبدا يحكيه بعد كده او يقلده بعد كده. أيوة. لكن الجميل ان احنا بنلاقي مواهب بتقلد اكتر من قارئ او عدد من القراء. ده طبعا زي ما حضرتك قلت انها بتعتمد على السماع وكثره محبه الشيوخ دي. السماع، وبرضه في موهبه في الصوت برضه، يعني طبعًا الموهبه بيكملها السماع. تمام. طيب هنبدا بمين بقى النهارده؟ هنبدا ان شاء الله بالشيخ ماهر المعقري. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم، الله يفتح عليك. طيب بتحاكي مين تاني بقى من القراء؟ يعني لو ناخد مجموعة من القراء كده نبدأ مثلا أو نستكمل قراء الحرم المكي فنقرأ مثلا آية لكل قارئ. تمام. ماشي، يعني نقول مثلا نقرأ القارئ فلان ونقرأ آية. تمام. ونستكمل بهذه الطريقة. تفضل، هنبدأ بمين؟ الشيخ ياسر الدوسري. ماشي تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ناصر القطامي. تمام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ الحصري. طيب نستكمل كده. تمام. الشيخ الحصري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ المشاوي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ محمد أيوب. جميل. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. الشيخ علي عبد الله جابر. يعني هو الشيخ محمد أيوب وكأنه يعني أكثر حد بتحاكيه هو الشيخ محمد أيوب. الله يكرمك الله يجزاك. ماشي تفضل. الشيخ علي عبد الله جابر. تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد كده الشيخ محمد جبريل. طيب الشيخ محمد جبريل بقى يعني يا ريت نقرأ له آيتين لأن الشيخ محمد جبريل يعني من الناس العزاز عليا جدا وأنا بصراحة بحب أسمع له وأنا طفل يعني. ماشي تفضل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله يفتح عليك. يمكن الشيخ محمد جبريل من أجمل القراء اللي بتقرأ بالترتيل في مصر. أنا من وجهة نظري هو رقم واحد. ما شاء الله الشيخ محمد جبريل. وبعدين يمتاز إن صوته يمتاز بالسكينة والهدوء. وكل اللي يسمعه يرتاح فعلا. بالظبط. فضل واحد من قراء الحرم المكي الشيخ الشريم. ماشي تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك. طيب قل لي بقى في البدايه المستوى الجميل ده اكيد فيه موهبه لكن الموهبه اكيد في حد اكتشفها وحد ساعدك انك تنميها. تمام. والله من بدات حفظ من قبل الحضانه وخلصت القران بفضل الله في الصف الخامس الابتدائي. خلصته من هنا بدات يعني بدأ والدي ووالدتي يكتشفوا موهبتي. بدأت كنت بقرأ قرآن فوالدي يعني لاحظ إن عندي موهبة فبدأ ينميها معايا ووالدي برضه كده والحمد لله يعني لحد ما وصلت إيه لأول واحد كان قلته كان الشيخ مريم ناقل. وبعد كده بدأت أسمع كل القراء وبفضل الله يعني الحمد لله أجبت في تقريبا. أيهما أسهل في المحاكاة قراء الحرم المكي أم قراء القراء المصريين؟ طبعا انا بالنسبه لي قراء الحرم المكي اسهل لكن قراء المصريين لهم وزنهم ولهم يعني مقامهم اللي يعني صعب يحاكيهم يعني. طب الشيخ محمد رفعت من الناس اللي صعب جدا اي حد يحاكيه. طبعا ده ما فكرتش كده تقرب منه؟ لا انا اسمع له لكن خامته هي خامته تقيله بالنسبه لصوته يعني فاهم صراحه يعني هو حاجه تقيله يعني ما شاء الله. هو الشيخ محمد رفعت يعني من وجهه نظري هو يعني حاجه كبيره جدا ويعتبر رقم واحد طبعا في تاريخ القراءه المصريه. ايوه ما شاء الله هو الشيخ محمد رفعت مجيد يعني ما شاء الله. وبعدين يمتاز الشيخ رفعت ان كل قراءاته او حتى اذان الشيخ رفعت متعلق مع المصريين بذكريات جميله جدا. يعني لما تسمع اذان الشيخ رفعت تفتكر رمضان واجواء رمضان. تمام. لما تسمع له قران مثلا تفتكر قران المغرب في رمضان برضه. ايوه تمام. طيب خلينا بنختم الفقره ديت بتلاوه بصوتك انت بعيدا عن المحاكاه شويه نسمع ايتين بصوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن
إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله يفتح عليك بجد من الأصوات الجميلة فعلا يعني في المحاكاة ما شاء الله عليك وأيضا صوتك جميل فعلا ربنا يعزك ربنا يكرمك أنا بشكرك شكرا جزيلا القارئ الصاعد الواعد أنس الشواتفي إن شاء الله ليك مستقبل مشرق في عالم القرآن الكريم إن شاء الله يعني لما تجتهد أكتر من كده وتنمي موهبتك باستمرار أكيد هتبقى في مكان تاني خالص إن شاء الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله يبقى لنا لقاء قادم إن شاء الله إن شاء الله هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا خليكم معنا اهلا بحضراتكم مره تانية والفقره الثانيه من نغم الروح واجمل الاصوات القرانيه التي عانقت القران الكريم ورتلته ترتيلا معنا القارئ محمد يونس اهلا وسهلا بحضرتك كم سنه يا شيخ محمد 18 سنه يا اهلا بيك الله يخليك معنا ايضا القارئ احمد سعيد اهلا بيك اهلا وسهلا كم سنه يا استاذ احمد 22 سنه طيب خلينا بقى نبدا مع الشيخ محمد يونس يعني جاي من مشوار طويل جاي من المنيا وفي ناس يعني ساعدوك وناس جايين معاك شايف في اولتراس معاك بره والله يعني تعب معايا احمد عاطف فتح الله ومحمد ناصر بصراحه يعني كان مشوار طويل عليهم يعني هم من الناس اللي بيساعدوني في مشواري وان هم بيدوني دافع دول اصدقائك يعني هم دايما معاك هم معايا على طول يعني وفي طيب. ناس تاني بس هم ده طيب خلينا بقى نسال انت بدايتك مع القران الكريم كانت ازاي والله هي بدايتي كانت بحفظ القرآن قديما يعني مع مشايخي زي الشيخ احمد صفاء جنيدي وبعد كده بدايه من 5 ابتدائي كده بدات ان انا اطلع حفلات قرآنيه في البلد مع القارئ الشيخ علاء محمود رحمه الله ومن ثم يعني مكمل يعني في المجال ده ونفسي ان انا يعني انا دلوقتي واخد الشيخ محمود الشحات محمد انور كمثل اعلى ونفسي ان انا اكون الشيخ محمود الشحات محمد انور وافضل كمان باذن الله تعالى ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله الله يخليك طيب الشيخ احمد سعيد يعني برضو من الاصوات الجميله اللي معانا في برنامج نغم الروح النهارده قول لي برضو بدايتك مع القران الكريم كانت ازاي والله بدايتي كانت يعني لقيت نفسي صوتي يعني بقى يعني الناس بتعجب بصوتي فحسيت ان يعني لابد ان الناس كلها لازم انت تنمي الموهبه عشان توصل لكل الناس طبعا طيب خلونا نبدا الفقره ديت مع الشيخ محمد يونس يعني نستهل الفقره ديت بايه من الذكر الحكيم وكنتم تعنب ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا
إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يمكن انت حابب تكون زي الشيخ محمود الشحات انور، انت ان شاء الله ليك مستقبل عظيم جدا ان شاء الله. بس انا عايزك يعني تنتهج نهج خاص بك انت، يعني بلاش تكون ماشي على نهج حد معين، او عايز تبقى زي يعني احنا بنقتدي بالناجحين طبعا، اي حد ناجح احنا بنقتدي بيه، ولكن ما ينفعش اقلد الشخص ده في كل حاجه. هو ده اللي انا بسعى بيه ان شاء الله، بسعى ليه ان شاء الله. بس ده باذن الله يعني هيكون بعد ان شاء الله دراسه المقامات ان شاء الله، بعد كده ان شاء الله هتجه ان انا يكون ليا منهج خاص ان شاء الله باذن الله، بالك مدرسه خاصه بيك وادي خاص بيك ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا بقى نروح للقارئ احمد سعيد، يمكن برضو من الاصوات الجميله، واحنا متشوقين بقى نسمعك في برنامج نغم الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستغفر
الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها عليك. قول لي بقى انت بتميل ايضا للانشاد ولا القران بس؟ في مره انشاد بس ممكن مره انشاد يعني بعرف انشاد. طيب ممكن نسمع قصيده صغيره كده؟ يا ايها المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الفقرة الجميلة اللي بقى نختمها مع الشيخ محمد يونس، يعني لو تحب ابتهال ماشي، لو تحب اختم أيضا بالقرآن برضو مفيش مشكلة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
صلاته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا يضار لئن نامت عيون الناس عني لئن نامت عيون الناس عني فعينك يا رب عن عبادك لا تنام. ما شاء الله بجد خامه صوتيه جيده جدا تستحق السماع وتستحق الوصول للجمهور. انا بشكرك شكرا جزيلا القارئ والمبتهل محمد يونس، شكرا جزيلا لحضرتك. ايضا بشكر القارئ والمنشد احمد سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك، اسعدتونا وامتعتونا ونورتونا في برنامج نغم الروح. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن النهارده او حلقه النهارده هي الحلقه الختاميه للسيزون الاول من برنامج نغم الروح. ويمكن برنامج نغم الروح هو رساله مش مجرد برنامج، برنامجنا هو رساله اكتر من انه برنامج او برنامج صاحب رساله. برنامجنا طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا بيسلط الضوء على المواهب من القراء والمنشدين والمبتهلين. ويمكن الفتره الاخيره كان واضح وبشكل كبير جدا تجاهل وسائل الاعلام للمواهب وخاصه من القراء والمنشدين والمبتهلين. هتلاقي كل الوسائل مفتوحة للاعبين والراقصين وغيرهم، لكن القراء والمنشدين وحاملي كتاب الله سبحانه وتعالى ما كانش لهم نصيب من تسليط الضوء عليهم أو الاهتمام بيهم. عشان كده برنامج نغم الروح على مدار السيزون الأول على مدار 3 شهور تقريبا كان له بصمة في عالم الإنشاد وعالم القرآن الكريم. قدرنا من خلال السيزون الأول نسلط الضوء على عدد كبير جدا من القراء والمنشدين والمبتهلين. يعني كان معنا قراء على أعلى مستوى ومنشدين ومبتهلين برضو على أعلى مستوى من كل محافظات الجمهورية. يمكن كان معنا ضيوف من الصعيد من كل محافظات الصعيد، وكان معنا ضيوف طبعا من وجه بحري وخاصة من محافظة الشرقية ومحافظة الدقهلية وغيرها من المحافظات. رسالتنا هي تسليط الضوء زي ما قلت لحضراتكم على القراء والمنشدين. هي دي الموهبة اللي بجد اللي عايزينها تأثر في المجتمع. النهاردة لما يكون معنا موهبة وتظهر على الشاشة وتوصل للجمهور بتأثر في نفوس كتير جدا من الشباب، بخلاف لما يكون ان في اللي بيظهر على الشاشه او بيظهر على وسائل الاعلام
يعني شخصيات لها فكر معين أو فكر يتلافى مع فكرنا كمسلمين أو كمجتمع شرقي، بتأثر في الشباب بشكل سلبي. لما يطلع البطل مجرم أو بلطجي، لما يطلع البطل حد مثلا تاجر مخدرات أو حد مش متعلم أو أيا كان البطل، ويجسد ده عند الشباب وبيمثل لهم فكر سيء جدا وبيأثر عليهم بشكل سلبي. احنا ضد ده، وبنقدم رسالة أو بنقدم حاجة بديلة، إن الموهبة أو البطل لازم يظهر على الشاشة، لازم يكون موهبة بجد، لازم يكون حد صاحب رسالة، عشان بيأثر في الشباب بشكل كبير جدا وبيأثر في نفوس الشباب. هي دي رسالتنا في برنامج نغم الروح، واللي يعني قدمناه لحضراتكم على مدار السيزون الأول. يمكن كلينا بعض الرسائل لكل الأئمة والخطباء والقائمين على المساجد. ما ينفعش المؤذن أو مقيم الشعائر يكون صوته سيء، ما ينفعش يكون مش عارف يعني إيه أذان. الصوت لازم يكون كويس جدا، ولازم يكون فاهم أو يعرف يؤدي الأذان بشكل كويس، وكمان يعرف يتعامل مع مكبرات الصوت. يمكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤذنين محددين، كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بلال ابن رباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى أن يؤذن عبد الله ابن أم مكتوم، لأن أصواتهم أصوات جيدة. ما ينفعش الأذان يكون لأي حد كده يؤذن، أي حد يقوم الناس، لازم يكون صوتك كويس ويكون أداءك كويس جدا، لازم تكون فاهم قرآن كريم أو دارس أحكام القرآن الكريم، أحكام التجويد ومخارج الحروف. الأذان زي ما قلت لحضركم، في بعض الناس ما يعرفش عن الإسلام غير الأذان، فالأذان ده صورة للإسلام، نتمنى أنها تظهر بشكل أفضل من كده، ويتم اختيار مؤذنين على مستوى أفضل من كده. خلص السيزون الأول، وخلص حلقتنا، وخلصت فقرتنا، لكن رسالتنا ما خلصتش. مستمرين معاكم وبرنامج نغم الروح في السيزون الجديد. استنونا قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.